قطعة كوان وهي تابعة لمديرية الصفراء، وفي الطريق الآن نحن في أحد جبال هذه المنطقة في الطريق إلى المكان الذي يعتقد أن الطائرة سقطت فيه، وكنا في الطريق قد وجدنا بعض الحطام التابع لهذه الطائرة والذي يدل على نوعية الطائرة. سنذهب للتأكد من بقية حطام هذه الطائرة وما نوعيتها ونرى كل التفاصيل. في وادي عكوان الواقع في مديرية سحار القريب من مديرية كتاف الحدودية تتواجد هذه قطع أو حطام الطائرة على كامل هذا الوادي. واضح أن الطائرة تحطمت بشكل كامل، تفتتت إلى أجزاء صغيرة، لكن من هذه الأجزاء الصغيرة نلاحظ وجود بعض القطع التي تشير إلى نوعية الطائرة وإلى الدولة المالكة لها. الطائرة من حيث النوعية هي F-16 كما هو موجود في هذا الجسم الصغير الذي تساقط من الطائرة. F-16 صناعة أمريكية كما هو واضح، وأيضا تواجد عليها الرقم التسلسلي الخاص بالتصنيع كما نلاحظ في جسم الطائرة، حيث تواجد عليه إشارة الدولة أو علم الدولة العربية المغربية التي شاركت في العدوان ضد اليمن. هناك حالة من الفرح الكبير والارتباط لدى السكان القبائل في هذه المناطق من سقوط هذه الطائرة التي تعتبر الطائرة الثانية التي تسقط.